بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم ومساكم بكل خير. أخباركم يا رب طيبات. اللهم ارحم والدي وموتى المسلمين جميعا، رب اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم صلي وسلم على سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حياكم الله معاي بالفيديو حق اليوم، منوريني ومشرفيني. حيا الله 240 مشتركة انضموا لقناتي من أمس، اهلا وسهلا فيكم جميعا، واكيد حي الله بمتابعاتي القديمات. اتمنى لكم اليوم ان شاء الله كذا مشاهده ممتعه، معانا فلوك خفيف جدا، ما في اشياء مهمه، بس يا رب كذا نستمتع مع بعض. حطي لي لايك صغير ويلا نشوف فيديو اليوم. طبعا زي ما انتم شايفين انا قايمه من الصبح، هذا يوم الجمعه، قمت كذا بدري، صحيت بدري صراحه، تقريبا الساعه 7. زوجي كان نايم وكمان بنتي، دخلت على المطبخ. طبعا البيت كان عندي نظيف ما في شيء، بس المطبخ هو اللي كان فيه شوية حوايس، لأني نمت أمس وكنت مسوية العشاء، وقالي أبو سارة لا تحطين العشاء داخل الثلاجة تضبينه، يعني خليه، لأني أنا ما فيني نوم وخاف أني أرجع يعني أجوع وآكل. فأنا سويت العشاء بدري، تقريبا تعشينا إحنا أمس الساعة 7:30، وخليت فعلا العشاء على الطاولة ودخلت نمت. هذا كان العشاء، لقيته زي ما هو ضاب زوجي كذا على الطاولة. للأمانة مهم رجعوا للثلاجة، فبديت أرجعه، بس خفت أنه بعض الأشياء تكون خربانة، بس الحمد لله ما لقيت ولا شيء خربان. أول شيء كانت خيار، هذه كانت أول حاجة تفوت فمي بعد ما خلصت البيت ودخلت كذا علشان أخلص المطبخ. إيش تسوون يا بنات عشاء بالليل عادة؟ أنا صراحة العشاء عندي أحب يكون يا مكرونة، أنا أم سارة، يا حواضر. حواضر يعني نواشف، بيض، زيتون، جبنة كذا. فوالله حطيت أمس، ضبطت الصينية، سويت مقلاية شكشوكة، حطيت جبنة وحطيت زيتون وحطيت مرتدلة وشرايح جبن. طبعا أنا متقضية للبيت بإذن الله تعالى، يفترض أن فيديو المقاضي ينزل اليوم، بس يا بنات ما راح يمديني أنه أنا أضبط فيديو المقاضي علشان هذا الفيديو أسهل. فيديو المقاضي أنا اليوم رايحة لأمي، أم رجعت من راجعة من السفر، توصل إن شاء الله العصر، فأبغى أروح لها وأقعد معاها أنا وخواتي، فما راح يمديني أمنتج فيديو المقاضي، فقلت أنزلكم الفيديو هذا اليوم، يا رب تستمتعون فيه وكمان تستفيدون. بديت كذا أضب كل المقاضي اللي على الطاولة. رحت قبل يومين، تقضيت للبيت يا بنات وخذيت بعض الأشياء اللي أنا أحتاجها، مريت على الثلاجة العالمية وكمان مريت على ثلاجة النخبة هي نفسها، وبعد كذا طلعت على كارفور وجبت المقاضي. لقيت عند كارفور جبنة يا بنات فظيعة، تخيلوا تقريبا نص كيلو جبنة حلوم، بنزلكم صورتها إن شاء الله بعد ما أنزل فيديو مقاضي الشهر علشان اللي حابة تجيبها. إذا دخلت الكارفور شفت الثلاجات اللي يبيعون فيها أجبان اللي تكون طازجة زي اللي معي، اللي عبولهم تعبية، عرفتوهم؟ هذه الجبنة يا بنات تخيلوا كل الكمية هذه كانت ب16 ريال بس. زي ما قلت لكم خذيتها من كارفور. شفتوا لو دخلتوا الكارفور الجبنة اللي عبولكم إياها بالكيلو كذا، كملوا كذا الصف كامل، خذوا كذا فرحوا كل المكان، يعني اللي هي الدائرة هذه اللي فيها يبيعون فيها الأشياء الطازجة، راح تلقون فيها جبن حلوم اسمه غنية، بالحيل يا بنات لذيذ بالمرة. طيب أنا بعد ما أخلص الفيديو هذا أريد أفرزنها، لأني أخاف تخرب، الكمية كبيرة، وأنا صراحة يعني مو دائما أحطها مع العشاء، وأنا كذا أحب ألفها بالسندويشات أكثر. كمان هذه الجبنة مدخنة وقعت في غرامها، مرة كانت لذيذة، ما كنت حاطة منها للعشاء، بس قالت لي سارة ماما أبغى من الجبنة اللي طعمها حلو هذه المدخنة، فرحت جبت منها وحطيت. علموني يا بنات إيش مسوين مع المدرسة، مع مدرسة أولادكم ومدارس بناتكم، سالكين بالمدرسة ولا لا؟ طبعا أنتم عارفات أنه أنا نقلت سارة من مدرستها القديمة للمدرسة الجديدة، خذيتها مدرسة جديدة. طبعا مدارس سارة الثنتين اللي كانت فيها واللي نقلناها لها كلهم مدارس خاصة، والحمد لله حيل حيل ارتاحت بالمدرسة الجديدة، حيل ارتاحت. ندمت إني دخلت هالمدرسة هذيك صراحة، مرة ندمت، مو علشان شيء بس كان في ضغط بالمنهج، أما المدرسة هذه صراحة ارتاحت فيها بالحيل. المهم هنا إيش سويت؟ جبت الحليب السائل فرغته بالعلبة، أنا ما أحب الحليب يكون مكشوف، فرغته بالعلبة وحطيته كذا. اليوم ما عندي لا طبخ ولا نفخ، لأنه هذا فيديو صباحي، تعرفون الفيديوهات الصباحية ما يكون فيها شيء غالبا، واليوم أنا ما عندي شيء، اليوم جمعة ما عندي شيء، حتى غسيل ما عندي، فما عندي حاجة. والمطبخ أنا أمس مسويت لكم فيه جولة، كان كله نظيف، بس واحدة هنا سألتني على الخبز، قالت يا أم سارة
ايش تسوين انت مع تفريز الخبز؟ يعني مو تفريز، عفوا، تجفيف الخبز. انت قصيتي الخبز بس ما علمتينا كيف نشفتيه. ابد يا بنات، شايفين الصينية اللي وراكم هذه؟ هذه يا بنات تشوفونها؟ ابد والله، اشيل كذا واعبي، انا اقطعه اخليه على الطاولة يقعد تقريبا ترى 12 ساعة، اقل ممكن 10 ساعات وينشف الخبز على طول، وأعبي أعبي بالعلبة وخلاص احتفظ فيه. أنا ما أغطيه لأنه أنا ما عندي حشرات في بيتي، ما عندي ولا حشرة، لا نمل لا ناموس لا ذبان، ما عندي ولا شيء. أصلا أنا من الناس اللي أكره دخول الذبان للبيت، أكره من أنا شوفوا والله العظيم أتحمل أتحمل بريساني يكون واقف جنبي، تعرفون البريساني أبو بريس، بس ما أتحمل الذبان، لأن البريساني تقدرين تسيطرين عليه، سهل أمره خلاص. لكن عادي تشوفين مكان تذبحينه، لكن الذبانة غثيثة والذبانة توقف على كل شيء وسخة خلاص، فأقرف منها مرة. فلا، إذا شفت ذبانة في بيتي أتوتر، لازم أذبحها. والبريساني هذا أبو بريس صراحة من سكن في بيتي هذا أنا ما شفته ولا مرة، يعني ببيتي هذا ما شفته، ولا ببيتي القديم، ولا ببيت من البيوت اللي سكنتها، قليل 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 أشوفه على جدار بحوش عندي بيتي الأول، لكن هنا ببيتي هذا لا، أنا ما شفته صراحة ولا مرة. ممكن لقيت بالحوش الأرضي، مو بحوش العلوي، يعني بالسيب الأرضي ممكن لقيت صرصور خلاص، خنفسة، بس أني بريصاني لا ما شفت صراحة. المهم بديت كذا أقطع كل الخبز. شوفوا هذا كمان الخبز العشاء اللي زاد عندنا، شايفينه؟ هذا الخبز اللي زاد من العشاء، عبيت الخبز اللي يبس، وجيت هنا للخبز الثاني كمان أريد أحطه خلاص، أقصقصه كذا وأحطه زي ما تشوفون عشان ينشف. والله ما يطول، يقعد أبو تقريبا كذا نص ساعة، عفوا مو نص ساعة، 3 ساعات 4 ساعات 6 ساعات، حد 12 ساعة إذا كانت الكمية كثيرة. بس زي الكمية اللي معاي هذه شوية، حتى نص كيس يعني، ياخذون معاي قرابة 6 ساعات وهم ناشفات، ويقعد معاكم سنين، وترى ما يحتفظ بالفريزر، هذا برا الفريزر تحتفظين فيه، يقعد معاكي وقت. واحدة قالت لي طب ليش تخزنينه؟ فتفتي وارمي للطيور. ليش افتفت للطيور؟ حنا ناكله، طيب انا اطبخ منه يعني، اسوي منه فتوش، اسوي منه فتة، اسوي منه كشك، اسوي منه طبخات كثيرة، اسوي منه حلا، ليش ارميه يعني؟ حرام يعني، انا ارمي حاجة انه حنا خلاص انتهت من عندي، بس لا حنا ناكله الحين. ابغى اسوي، انا لا خلصت، ابغى ادخل المطبخ واريد اسوي معمول، معمول الكيري عرفتوه، ابغى اسوي كمية طيبة صراحة، ابغى املي علبة كذا حديد زينة. اذا تبغون انزل الطريقة علموني اسوي معاكم وانزلكم الطريقة، معروف حد معمول الكيري، بس انا ابغى اسويه وعندي تمر، ابغى اذا رحت لامي باخذ المعمول معي حار ياكلونه، يعني حلو مع القهوة، المعمول صراحة يشهي مع القهوة، فابغى اسويه الحين. سهل عاد معمول الكيري مرة سهل، عندي كمان تمر معجون خالص، اقعد انا وسارة، انا وسارة مع بعض نسويه اليوم، عاد خواتي اخواني كلهم مجتمعين. المهم طبقت المواعين كذا علشان ابدا اغسل المواعين، بس جيت هنا ابغى اسوي القهوة. عشان شايفات القهوة، أنا القهوة يا بنات عندي تخيلوا هذه من رمضان، والله العظيم يا بنات هذا من رمضان. طبعا رمضان هذا مع الأسف أنا ما راح أفرزن ولا أي شيء، ولا راح يكون في مفرزنات السنة هذه، بتفقدوني أنا عارفة. لكن اللي تبغى تستفيد من شيء ترجع الفيديوهات اللي فاتت، لأني رمضان هذا أنا راح أكون فيه عند أمي عشان ولادتي. أنا ولادتي يا بنات قدرت لي الدكتورة، يفترض ولادتي تكون قبل رمضان بأربع أيام خلاص، ولادتي راح تكون قبل رمضان بأربع أيام. بخصوص أبو سارة يجي يفطر يوميا عند أهلي، هلي يعني هلو هذولا. طبعا خواتي ما يكشفون على هلي، على 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 على, على زوجي عشان تكونون بالصورة، ولا أنا أكشف على على رجال خواتي أبدا،
لا ما نكشف على بعض حنا، ولا خواتي يكشفون على أزواجنا نهائيا. الحريم يفطرون داخل والرجال يفطرون برا، وزوج إذا بغى يدخل يشوفني يلف مع الباب الخلفي ويدخل يشوفني، ما له علاقة نهائيا بداخل البيت. هذا النظام عندنا كذا، مو علشان أمي سورية يصير خلص السالفة تصير سرداحي مرداحي، إحنا ما عندنا الحاجة هذه. هو القهوة هذه أنا إيش أسوي بها؟ أنا أحمسها، أنا بالبيت أحمسها عندي وأطحنها، أحط عليها كل التحويجات. أنا مسويتكم طريقة القهوة باليوتيوب كلها عاملتها معاكم، فأنا أسويها كمية كبيرة وأحطها بعلبة لها غطا كذا وبالفريزر. خلاص أرجع كل حاجة مكانها. قلت أنا أحب القهوة تعقد على النار، قلت أخلي القهوة كذا تعقد على النار واروح اغسل انا الصحون. عندي كومة مواعين، مي كومة صراحة، شوية مواعين بس تحتاج غسيل. شغلت كذا المي، يلا على بركة الله ابدا كذا اغسل المواعين. شايفين الطقم هذا اللي معاي اللي لونه اخضر؟ يا بنات فظيع فظيع فظيع، انا ماني عارفه وش صناعته، انا مت عليه، ابغى اعرف وش صناعته، ما ادري، ماني عارفه وش الصناعه، مت عليه. انا كنت ماخذته تخيل ب 270 ريال، كان طقم من اربع من خمس، وحده ثنتين، وحده ثنتين ثلاثه، اي طقم من خمس قطع بس، وشو شيء مو طبيعي. الحلو كمان انه يدخل الفرن، كنت ما أخذته قبل تقريبا 6 سنين من موقع نون، مو نون، من سوقكم اللي هو حاليا أمازون الظاهر، أي منه أنا كنت ما أخذته، يجنن. بس مع الأسف عجزت ألقاه مرة ثانية. طبعا زي ما شفتوا طلعت سيم ناعم، كان باقي عليه أثار بيض، وأنا أم سارة مع الأسف لما أستخدم السفنجة أو يكون فيها شوية بيض، أنا معناتها إني ما راح أرجع أستخدم سفنجة ثاني مرة، ما أدري كذا نفسيا ما أرتاح، بأضطر طوالي إني أغير السفنجة. شلت القطعة الخضراء اللي كانت من فوق، بس خليت السفنجة العادية، قلت علشان أقدر أنظف فيها المجلة. وأنا هذا المشخال اللي لونه ذهبي ما أستغني عنه داخل المجلاي، برغم إنه المجلة عندي فيه مشخالة، بس سبحان الله نفسيا ما أرتاح، لازم تكون فيه مشخالة جوا المجلة.
المهم نزلت كذا كل اللي بالمجلة داخل بالرشاش. في بنات سألوني أم سارة كيف ماشي معاك المجلة الذهبي، والله حلو ممتاز ممتاز، ما علي أي ملاحظات، حتى التخدش ما تخدش، حلو ممتاز ما علي ملاحظات يعني. المهم نزلت كذا كل اللي داخل المجلة بالرشاش. طبعا أنا وريتكم أمس، كلمتكم أمس عن مجلاي إنه كان بجهة ونقلناه جهة ثانية، كان هنا تحت الشباك طاولة عادية، بس فتحوا لي حقين الرخام ودخلنا المجلة وضبطوا لي اياها وقصوا لي مكان الجلاية، لأنه هناك الجهة هذه كانت توجع ظهري، ما أقدر أغسل بالمجلة زين، تعرفون المجلة أساسية. أنا عندي طبعا غسالة مواعين أو جلاية أطباق موجودة عندي، بس أوقات تقولين ما يحتاج، خلاص أغسلهم على إيدي وخلاص ما يحتاج يعني، ليش أحطهم، خلاص على إيدي على السريع وكذا وخلاص، إذا المواعين ما هي كثيرة يعني. المهم جيت هنا حطيت شوية صابون وببدأ كذا أليف كل المجلة زي ما أنتم قاعدين تشوفون. يا بنات لازم لازم المجلة لازم، أنا من الناس اللي ما أستغني عن الكلوركس، ما أدري صراحة اللي عايشات بدون كلوركس كيف الوضع معاكم، علموني كيف الوضع معاكم. أنا أحس الكلوركس مرة مهم بالمطبخ خصوصا بالمجلة، كل ما حسيت إن المجلة فيه سواد حطيت كلوركس. الحين أنا ما عندي الحمد لله سواد نهائيا داخل المجلة، بس كل ما حسيت إن المجلة فيه سواد لازم أستخدم الكلوركس ضروري. جبت كده السفنجة وبديت أليف كل حاجة داخل المجلة. هنا أنا جبت بنك ستاف مرة حلو، شفتوا بنك ستاف اللي علبة زي المعجون، أنا عندي منه وعندي كمان الرشاش. الرشاش أنا للمجلة تركته، أرش كذا أخليه شوية تقريبا شغلة دقيقتين وبعدين أرش عليه مي، يرجع المجلة يلمع من أول وجديد في حال ما كان فيه بقع سودة. هذا يخلص على يقضي على التكلسات، يقضي على الأملاح، يقضي على البقع اللي داخل المجلة، بس السواد ما يشيله، السواد ما يروح إلا بالكلوركس زي ما شفتوا. خلاص رشيت عليه وجيت هنا كمان ابغى اعبي علبة الصابون. انا عندي علبة الصابون من نفس المجلة موجودة عندي هنا، انا شارية صابون جديد للمواعين، بس حرام هذا بوه شوي، قلت ليش ارميه، حسيت انه ما راح ينزل بسهولة، فقلت احط معاه شوية مي ويعني وانزله. طبعا الصابون اللي معاي ساينكس العلبة بخمس ريالات بس، يجنن يا بنات بالمرة حلو. حطيت شوية كذا رجيتهم بايدي واريد الحين انزلهم وين؟ مكان علبة الصابون. هذا اختراع ممتاز صراحة، علبة الصابون افضل يعني، عبيته كذا بالزاوية وابغى احط فوقها الضغط اللي يضغط. الحين جيت هنا للطاولات رشيت عليها مطهر الأسطح، أبغى أمسح الطاولات كلها. مطهر الأسطح أعطيتكم طريقته يا بنات مرة سهل، تجيبين علبة تحطين ثلاث أرباع العلبة مي، تحطين فيها ما يقارب الفنجان خل، وتحطين فيها ما يقارب ملعقتين صابون مواعين، وبس ترجين العلبة واستخدميها. المعقم مرة ممتاز، أفضل من إنك تخلطين الديتول أحسن يعني. المهم خلاص خلصت كذا وكمان مسحت الطاولات كلها، تأكدت إن الطاولات كلها نظيفة. طبعا الاغراض انا ما شلتها وانا مسحت تحتها، لانه انا امس نظف المطبخ تنظيفه عميقه ما في شيء يعني، المطبخ نظيف بس اذا في بقع اذا في اشياء يعني. جيت هنا تعالوا معاي خلوني كذا اخلص القهوه، الفقره المريحه اكيد عندي وعند اي وحده اللي هي القهوه.
حطيت تحت حلة زي ما تشوفون، خلاص الجود من الموجود، اللي عندي حطيت منه الحمد لله، الله يربي يدوم النعم علينا ما ظهر منها وما بطن. تحت قلت أبغى أعبي شوكولاتة، وفوق أريد أعبي تمر. طبعا هذا وقت التمر حاليا، اللي يبون يخزنون تمر أنتم الحين باللحظة الحاسمة فيكم الحين تخزنون تمر إذا أنتم حابين. هذا تمر المدينة اللي معاي، اللي المنصف يجي مرة لذيذ وحلو. وعندنا كمان تمرة بالجوف، بس مع الأسف هذا موسمها، اللي هو حلوة الجوف مرة لذيذة، تجي حمرة منصفة كذا، بس أنا أحبها بسر أكثر، يعني يكون فيها شوي متمر شوي، بس أحب غالبيتها يعني تكون بسر. المهم حطيت كذا القهوة وحطيت الحلا، ما تتخيلون الراحة النفسية اللي أنا عايشتها. البيت وراي كله نظيف، يبغالها والله قاعدة الحين، يبغالها كذا فنجان قهوة على روقان. عبيت كذا التمر زي ما انتم قاعدات تشوفون، وحطيت تحت الحلا. الحين بخلص عاد واروح اخذ لي دش واريد اقعد، لاني من جد كنت تعبانه. كانت الساعه تقريبا هنا تقريبا كانت 10 الا ربع تقريبا، بعد ما خلصت البيت وخلصت شغلي. حطيت كمان الفناجيل. والله يا بنات في اشياء، شوف مو لازم امسك الجوال علشان اصور روتين، او مو لازم اصور روتين وامسك جوالي. في اشياء من ورا الكاميرا انتم ما تشوفونها، اكيد انجزها، اكيد اخلصها، اكيد اطبخ، اكيد انظف، يعني مو 24 ساعة بس إذا بغيت أنظف مسكت جوالي، لا، في أشياء من ورا الكاميرا تتسوى أكيد. حطيت زعفران، الحين أبغى أصب القهوة. عاد تخيلوا ريحة القهوة تفتح النفس. جيت هنا كمان اريد اولع ند، ما اريد اولع بخور، البخور احسه ثقيل علي مع موضوع الحمل، فاحب الند اكثر خفيف وريحته اخف. هذا الند اللي معايا بنات من سنتر بوينت، انا ما اخذته هوم سنتر، يعني من نفس الموقع بس من هوم سنتر، خذيته مش اونلاين، يعني رحت المحل واشتريته. المهم ولعته كذا زي ما تشوفون، وخلاص الحين كذا خلصت كل اشغال بيتي وقضيت. يلا ناخذ كل حاجه كذا الحين ونروح. دخلت الغرفة اللي داخل، حطيت الند، تمام خلاص كذا وبس. الحين أبغى أبدأ أعطر الكنب، بس أول خلوني أجيب القهوة أحطها. والحين أبدأ أعطر الكنب. هذا المعطر بنات سكاكا، أنا خذيته من زمن التوفير بالمرة، حلو مش زمن التوفير، زاوية الوسام، خذوه يا بنات على ضمانتي، ريحته تجنن. هنا بوريكم اياه. انا خذيت خشب الصندل، في تقريبا 10 انواع او 15 نوع، انا خذيت نوعين، خذيت خشب الصندل وخذيت روز توباكو. الحين بوريكم اياه، روايحه متهبل، وصراحه احترت من جمالهم، العلبه كبيره. شوفوا هذا اللي معي روز توباكو، رشيت على كل الكنب. هنا المجلس كان نظيف وما في ولا شيء، وخلاص الحين جاء دور ايش، اكيد اكيد جاء دور اني اخذ يد الشرايق اصحصح عليه. جاء الحين دور الروقان، الحمد لله بعد ما تروشت وقلت يلا اقعدي يا مسارة قهوي. تخيلوا البخور وراي، البيت يلمع ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا انا بالنسبة لي شريان البيت المطبخ، انا ومسارة لي شريان البيت المطبخ، اذا البيت عندي نظيف، المطبخ نظيف، انا بيتي نظيف. انا عندي الاساسيات بالبيت، المطبخ ودورات المياه، هذول الاساسيات عندي، الباقي يهون، بس المطبخ ودورات المياه هذول اساسيات، اذا كانوا وسخات اتوتر. المهم قعدت كذا اريد اتقهوى واريد اغير جو. طبعا بالليل باذن الله تعالى ما راح ينزل فيديو يا بنات اليوم، بس احاول انزلكم فيديوهات قصيره قد ما اقدر، واذا حابين نطرح موضوع بموضوع بالليل انزل فيديو في موضوع للطرح بلغوني، لكن كروتين ما راح ينزل بكره باذن الله تعالى، فيديو مقاضي الشهر باذن الواحد الاحد. الحين خلوني اخذ كذا حبه تمر افك فيها ريقي، كان الخيار والتمر ما كليت شيء. انا عارف انه لازم مع موضوع الحمل افطر، بس كنت ابغى اسوي غدا، وريتكم مقاطع الشورتس، سويت اليوم منزله ورز وسويت معها تبوله الحمد لله، الله يربي يدوم النعمه علينا. فقلت خلاص من مره الوقت اصلا تاخر،
قلت أريد أتقهوى ولا راح زوجي لصلاة الجمعة، أبغى أقوم أسوي الغداء. كذا أكون وصلت معاكم نهاية الروتين، أتمنى يكون محفز وأتمنى يكون حلو. انضمي لقناتي حياك يلا وطقي عندي اشتراك. رب اجعلني خير مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير بإذن الله تعالى. تابعوني على المنتدى كمان بنزل مواضيع. يلا كذا لازم أودعكم، استودعتكم الله.